وخرزان اف ابا سجادين ابا مجورا نابا كري ما فهوا بار ما دس بيكر شخص سجادين امراب نسرخو ام سباس يا خرات كاين فاري كاري مالا ميدا جو اميرا وانش موافق اوان مصلان ام ابا خدا ناخذ شي كاين مالا نا خدا مدراف جماعه شخص سجادين فاري كاري او ما قلت مريض خيرش دل يعني نا اجباري سروان هل كسو خير اخو بدن هذا سجادي تتوت بيني وكي نوكا ديالا هذا سجادي ما مرحلة أولي ما ذاكر يقاش تحدي صبي نوكا جارك دي أمر رابي نصر خوفا شيخ سجادي نادر هذا ما تقريبا يعني مساحة قالك هنا ما قد أوكي نفا مرحلة كديد تشيكين إن شاء الله دي في مرحلة دوية دي كامل بي ودي خير خوشي دي بيني نفاقو كي الحمق أفضا دي جوان بتو أو بتو وأم قالك سباسيا مريضة خوشت كاين وحم هر إيش كي كيز دي أفا يخدان ما شبت ام د سباسیا او کې به نه بدل کې خدای ما په خیر خوشي خود په مدوت مې وګدارین بو هر کس کې ازدي بوله لشان یعنی مش علي خو به افقارت هر کاری وکړ نو خو به هر کاری وکړ باشه بو خدای مولا لشان نورانی بيته بده بده چیکرن جوان کرن کښ ګورن نو یف اقدت مچ یم او بنو ګلک ابو ما بو زیا اف زایدتن اوتن ببینن نشته کې مزر کې جوان بتو اقدت نه جوان بنو ګلک باشه وكي هون زانن بروجيت افا كرنا مع بدل علش باريس قال علش تقريبا سي باشا مقارن كان سي باش باشا كيجي خير خوازيت اس دي افا داخل معبد هر ايكو مثلا خداني خو هر كوما كي مثلا شيخت خو بيرير خو هر مجموعتك مثلا بو خو خاصة كي افا كان افا خير خوازيت اس دينا وافاش تقريبا نيزيكي مليار كونيفا بترا خلال افا سي صالة 2019 بلكي 2018 جندك بروجي مهابو وهندك اش صندوق ميريا شك افا افا باشك باش يدي شك شالي حكومة هريم كردستان روجا معصر زيتونة روجا خزانة كي افي هزار متر مكعبة بروجا كي دو سايتت برزق هلالش افا جي شالي حكومة هريم كردستان وبروجا كي جي افا وكن بينن داخلي معبد لالش إشآلية قنصلية أمريكية تقريبا مليون دولار هاتان وكان يزيك مليون دولار وكا بروجي برداست بروجي كما هي أفايت قنصلية أمريكية يا إيك يا دويجي بروجي 250 مليون إشآلية رابطة المصارف العراقية وبرنامج تمكين وبروجي دي أفايت خير خوازيت إز دي شك إت مير سجادينا آمادينا كوتشك بريما بيري اي سي بي ايا اف هالبروجي بردوام حاليا بردستان.